متابعينا بصباحنا أكيد، ووصلنا إلى أولى فقراتنا وضيوفنا. دائما منحاول أنه نخفف وزننا، فمنخفف يمكن من الأكل، منخفف يعني أو منزيد جرعات الرياضة مثل ما بيقولوا، لحتى يمكن نخفف وزننا، وأيضا ممكن الحلويات نوقفها، نوقف الخبز أو نعمل صيام متقطع. ولكن في أجسام اسمها أجسام عنيدة، كتير صعب أنه ينزل تنزل وزنها، كتير صعب انه هي يمكن تستجيب الى ان كان الرياضة او ان كان للرجيم. رح نحكي عن اساسيات الحمية الغذائية مع الدكتور عمار خضور، استشاري تغذية وحميات. صباح الخير صباح دكتور. الورد، اهلا يعطيكم وسهلا العافية. فيك. اهلا وسهلا، صباح الخير واهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبدأ بالبداية نحكي عن النقاط الاساسية اللي تتواجد باي حمية صحية، تفضل. تماما، هلا اول شيء لحتى نبلش حمية، نحن لازم يكون نحن عندنا شوية معلومات عن شو هي الحمية. الحمية هي مانا مجرد نظام غذائي، مجموعة من الوجبات نحن لازم نتناولها ويلا نمضي الشهر ونحفنا. لا، اللي بده يحط بباله انه بده يخسر وزن، بالاخص للاوزان العاليه، انا بدي احط ببالي انه انا بدي بلش حميه، بدي بلش نقطه تحول بحياتي على المستوى الغذائي، المستوى الصحي، المستوى الجسدي. يعني ما بكفي نحن بس نلتزم بهي المجموعات الوجبات اي اوكي ونحن رح ننحف. لا، في علاقه وثيقه بين نمط الحياه والنمط الغذائي اللي نحن لازم نمشي عليه. هذا الشيء كثير مهم وما لازم ابدا نتجاهله. مثلا أول شغلة كتير مهمة، توقيت الوجبات. نحن لازم نحافظ على توقيت وجبات ثابت خلال الحمية. يعني ما نروح مثلا دكتور التغذية حط لنا مثلا 4 وجبات، نلغي 2 منهم مثلا، ناكل وحدة الساعة 12 وحط لنا اياها الساعة 7، ناكل وحدة نفيخ بالليل الساعة 2. تماما، الالتزام بالوقت كتير كتير عامل مهم وضروري لحتى نحافظ على مستويات انسولين التساوي خلال فترة النهار بالجسم. الشيء المهم الثاني هو النوم. ما كثير عالم فيه ما عنده فكره انه النوم مهم بمشان الحميه. لا، النوم كثير مهم. قله النوم بتسبب زياده بالتوتر، زياده التوتر بتؤدي لافراز كورتيزول زايد، هذا الشيء بيؤدي لتحبيس السوائل وبيأثر على عمليه حرق الدهون بالجسم اللي هي بتصير بنسبه كثير كبيره بين فتره الساعه 12 بالليل للساعه 3 4. تمام، هي كثير العالم غافلين عنها. هلا عندنا موضوع شرب المي، كثير مهم انه نحن نشرب مي خلال الحميه لحتى جسمنا ما يصير عنده رده فعل عكسيه ويحب السوائل، ونطلع على الميزان نشوف حالنا ما نازلين ونحن محبسين سوائل، ما يعني هو وزن، هو مجرد سوائل. هلا هي النقاط الاساسيه نحن لازم كثير يكون عندنا اطلاع عليها، لازم نتابع فيها. لازم يعني حتى اذا ما عندنا نحن ادراك فيها لازم نستشير دكتور التغذيه فيها لحتى هو يتابعنا ويضل على اطلاع معنا لحتى كيف نحن بدنا نوصل للوزن اللي بدنا اياه. تمام. دكتور، يعني حكيت مجمل الاسئله يلي بدنا نسالك اياها، ولكن شو يعني جسم عنيد؟ يعني دائما بنلاقي الصبايا انه انا ملتزمه مع دكتور التغذيه، انا ملتزمه بالرياضه، ملتزمه بشرب المي، بس جسمي ما عم ينزل، هل هو احتباس سوائل ولا لا اسمه عنيد؟ تمام، في احتمالات كثير كبيره. في كثير عوامل بتلعب دور، من العوامل الوراثيه للعوامل الطبيعيه بالجسم لموضوع الاستقلاب، في عالم استقلابه عالي، في عالم استقلابه ضعيف. تماما، اسباب هرمونيه، اسباب قصور درق، اكياس المبيض اللي هي كثير عم واجهها انا بالعياده، وعم شوف كثير صبايا بيجوا لعندي عم يعانوا من تكيس المبايض، وهذا كثير عم ياثر على الوزن، يلعب بالوزن لانه بيختلف الهرمونات بالجسم. موضوع السكري كمان كثير بيلعب دور. وبالنهايه ما في الجسم البشري اصعب من انك تحطيه ضمن خانات، يعني كثير هو اعقد من انك تصنفيه ضمن خانات، فكثير الموضوع معقد بالنسبه لجسم معند وجسم لا. احيانا الكتله العضليه لصبيه بتكون فارقه عن الكتله العضليه لصبيه ثانيه، فهي زايده بالوزن مع انه هن يعني نفس الشكل اذا بتطلعي فيهم تقريبا. فهمتي كيف؟ احيانا الكتله العظميه، الهيكل العظمي، في ناس عندها ضخامه بالكتله العظميه، هي نحن ما بنشوفها على عين الاعتبار، يعني هي كثير ضروريه كمان ناخذها بالحسبان. يعني في صبايا بيجوا لعندي بمر شهر مثلا ما بيكونوا نازلين غير كيلتين، بس بتطلعي انت فيهم لا هن نازلين مبين 5 و6 كيلو، بس هي دهون. يعني هلا انت وقت بتنزلي 5 6 كيلو دهون هي كميه كثير كبيره. هي بتبين على الميزان ولا لا؟ بتبين. هلا بتبين اوكي، بس هي انا عم بقول لك انه في
مثلا بتكون هي مبينه نازله كيلتين، بس هي بالاصل بتحسيها عن طولها 180 مثلا 185، مبين عندها كتله عظميه شوي. طب اول اي اول شيء بيفرق معنا قياس اللبس ولا وزن على الميزان؟ اكيد القياس، وكثير مهم كثير مهم. هي نقطه كمان لازم كنت احكي فيها، هلا كنت بدي احكي فيها من الاخطاء الشائعه، انه الاشخاص اللي عم يحاولوا ينزلوا وزنهم او هي كثير بدققوا على الميزان، بتشوفين بيطلعوا كل يوم الصبح على الميزان بينزلوا بيطلع، هذا كثير شيء غلط. اول شيء قياس الميزان لازم يكون على الاقل اسبوع لعشرة ايام، يعني هون ناخذ الوزن، احيانا شهر معلش ما في مشكله. القياسات هي الاهم وهي اللي بتبين اول، وهي هي كل الشغل اللي نحن عم نشتغله. الميزان هو شيء ثانوي، ثانوي اكثر بكثير من موضوع القياسات، لان الميزان بيثبت بيفرق، بالاخص عند هلا عند البنات بيختلف عند الدوره، ممكن قبل الدوره يكون في تحبيس سوائل، ممكن حاله نفسيه معينه خليتها عملت خربطه بالجسم خلت الجسم يثبت، ممكن صاير مع امساك يومين ثلاثه مثلا، هي كتله الفضلات كمان هي بتلعب دور وبتعطي وزن، فكلها عوامل ما بتخلينا نحصل على وزن دقيق، صعب نحصل على وزن دقيق، بس الشيء الاساسي انه احنا لازم نكون عم نشوف انه عم يتغير البطن، عم يتغير الارداف، عم في حجم الايدين عم يصغر، هي كلياتها لازم نكون على درايه فيه وعم نطلع عليه دائما عم ناخذ القياسات. تمام. دكتور خلينا كمان نحكي عن اليه نزول الوزن واكتساب نزول الوزن او اكتساب الوزن، يعني نحن بنلاقي ممكن خلال اسبوع اذا اكلنا بطريقه عشوائيه ونحن عن جد فعلا عم نكتر سعرات حراريه، نطلع بعد اسبوع على الميزان ممكن نكون زايدين 2 كيلو. تمام. ولكن اذا عملنا حميه غذائيه ونظام غذائي وبدنا نحف هدول الكيلين فاحتمال نضل اسبوعين لثلاثه، فشو الاليه اللي بتكون للجسم هي هيك طبيعيه تكون الهبوط اصعب او بده مده زمنيه؟ تماما تماما. هلا برجع بخليك، في كثير عوامل بتلعب دور، بس يعني هلا انت مع انه هو زياده الوزن للاشخاص النحاف هي اصعب بكثير من نزول الوزن بالنسبه لحدا سمين. تمام. بس انت بيكون قابليه جسمك بقى، هلا اذا انت مثلا حاجه جسمك 2000 سعره باليوم، افترض انت كصبيه انت اخذتي 3000 او 4000 باليوم، لنفترض هي البرجر العاديه فيها 600 ل 700 سعره، وانت اخذتي جنبها كولا مثلا هي 200 سعره، هي صاروا 800، واكلك انت خلال اليوم وهيدي وصلنا ل 3000، 3000 على 3000 انت عم تاخذي 1000 1000 كل يوم خلال عمده اسبوع، هي 7000 سعره زياده، 7000 سعره زياده ممكن يزيدوكي كيلو لكيلتين خلال اسبوع كامل. طبعا لشخص طبيعي هو قابل للزياده، اما الاشخاص اللي عندهم نحف هن بيكون عندهم زياده بالاستقلاب، قد ما اعطيتيهم احيانا اكل وقد ما عليتي لهم السعرات ما بيطلع وزنهم، بدهم بصعوبه، ولا يطلع وزنهم لازم تلعبيهم رياضه تزيديهم الكتله العضليه لحتى تزيد كتله عضليه مع الغذاء اللي هن عم ياكلوا، من بروتين من كربوهيدرات مع جود فات، هيك بيطلع وزنهم اوكي. تمام؟ بس انت كحدا قابل ليزيد وزنه، اي اوكي انت اذا عم تخبصي خلال هذا الاسبوع انت رح تطلع وزنك اكيد رح يزيد، اكيد رح يزيد. نعم. فهو موضوع السعرات موضوع اساسي و يعني هو محور كل الشغل عندنا بالدايت يعني. نعم. دكتور عمار خلينا هيك نركز على نقطة، كثير من الصبايا وخاصة هلا انه اجى الصيف وبحر ومسبح وهيك، أكيد. بدنا ننزل وزننا بأسرع طريقة كانت، بندور على المنتجات التجارية يلي هي ممكن تفرط المعدة أو تنظف لك معدتك بسرعة، هذا الشيء عم يسبب مشاكل، وأيضا يمكن قيل عن قال على الفيسبوك على الانستغرام عن جارتها بياخذوا هي الحبة إذا حدا مجربها بجربوها وبصير من بعدها عنده نقص فظيع وكارثة بيدخلوا على المشفى. خلينا نحكي عن الحبوب اللي حبوب. هي بتروح تنحيف. الدهون من الجسم بطريقة سريعة جدا كثير. انت مع او ضد اول شيء؟ اول شيء انا ضد يعني من عم باطن يعني اوكي كثير ضد. وكثير بنسال عن الموضوع انه في كثير عالم انه بتريح حالها وانه يلا حبه وبلا ما نعمل دايت وخلينا يلا، لا يا جماعة الموضوع أعقد من هيك، ما معقولة أنتم تنزلوا وزنكم تخربوا استقلاب جسمكم بحبة وتغيروا وينزل الدهون وهيدي غلط يعني بالنهاية، حتى لو كانت حتى لو نزل الوزن هيدي العملية اللي صار فيها نزول الوزن هي قطعا غلط. تمام. واكيد هي ضرت الجسم واكيد هي غيرت بتركيبه الجسم بحيث انه انت اذا نويتي شي يوم تعملي حميه رح يصير اصعب الموضوع بالنسبه لك. تمام. هي عداك عن احنا ما بنعرف شو هي تراكيب هي المنتجات التجاريه، بيقولوا لك طبيعيه ما حدا بيعرف، حللوها
هي طبيعية؟ ما حدا بيعرف إذا هي طبيعية. شو هذا الشيء الطبيعي اللي قادر أنت ينزلك بالوزن بدون أنت ما تعملي حمية؟ ممكن يقطع لك شهيتك ولا هي؟ هلا أنا ممكن يكون مثلا هو تأثير جانبي لدواء نفسي تمام مستخدمينه بهالمنتج، يعني نحن ما بنعرف تمام. يعني ما بعرف، انا ضد الموضوع تماما، يعني ما بحب ابدا الموضوع الحبوب، والفيدباك تبعه كثير سيء تماما. يعني ما عم شوف حتى، يعني انت هي موضوع الحميه، نحن اول شيء في شغله لازم الكل يفهمها، الحميه يا جماعه ما انا برجع بقول ما انا مجرد مجموعه من الوجبات نحن نمشي عليها وخلص نحفنا تمام. كمان هي ما انا حبه ونحفنا غلط، لازم يكون نحن بعد ما ننحف نكون نحن صار عندنا عقليه الى حد ما. انا شخص معرض للسمنه اوكي، لازم يصير عندي خلفيه الى حد ما بهيدي كيف انا لازم حافظ على وزني، كيف انا لازم شو اللي بنحفني وشو اللي بنصحني تمام. والجسم بده وقته لحتى هو يستجيب. اكيد بده وقته، اكيد بده وقته. يعني يعني هذا زياده الوزن لاي شخص هي ما صارت من يوم ويومين، يعني هي تجمع لسنين من الاكل الغلط، من اسلوب الحياه الغلط. طولك هذا الشيء لازم نعطيه حقه للجسم، يعني لازم يعطيه فرصه للجسم، ما نقول له يلا شهر بدنا ننحف وهيك، لا بدنا نعطيه فرصه شهرين ثلاثه اربعه حسب الوزن، يعني اقل ايمان، ونحط هدف منطقي. يعني ما شخص وزنه 80 يجي يقول لي انا بدي انحف 15 كيلو بالشهر، لا كثير غلط، كثير رح تنزل مي ورح تنزل عضلات ورح ترجع تكسب الوزن بس تخلص، ورح تضر حالك ورح يصير في نقص فيتامينات ومعادن ورح تدوخ وتتعب ورح تفشل اخر شيء يعني تمام. دكتور احيانا كمان في ناس بتتبع حميات غذائيه مو بس لتنقص وزن او حتى تزيد وزن، لتتمتع بجسم صحيح وسليم، خلينا نحكي عن هي النماذج واذا فينا نعطي امثله. حميات غذائية لتحافظ على الجسم ما لتنحف أو تنصح. هلا الأهم إنه تكون هيدي الحمية الغذائية حاوية على العناصر الضرورية، العناصر الغذائية الضرورية اللي هي الكربوهيدرات، هي البروتين والجود فات تمام، وفي المالتي فيتامين الموجودة ممكن تكون بالفواكه لنفترض أو بمجموعة من الخضار، هي كمان أساسية. لتحافظ على وزنها يعني بس يكون في توازن بين الشيء اللي عم أصرفه والشيء اللي انا عم اكله تمام. هذا الموضوع بده تقريبا حساب سعرات الى حد ما، يعني انه انا مثلا مرجع بقول مثلا انت صبيه بهذا العمر ممكن تصرفي بين ال 1800 لل 2000 سعره تقريبا، بدي اخذ انا 2000 سعره باليوم، بس اخذت 2000 سعره باليوم رح احافظ انا على جسمي، اخذت اكثر رح زيد، اخذت اقل رح انحف تمام. دكتور مشان حساب السعرات الحراريه كيف الواحد بيقدر يحسبهم؟ في جداول بنشوفها على النت هي صحيحه ولا في تطبيقات ابلكيشن معين؟ في ابلكيشنز وفي في حاسبه على جوجل كمان اسمها كالوري كالكوليتر او هيك شيء، كمان بتحسب لك السعرات، وفينك انت كمان عن الجداول اللي عم تحكي عنها كلها نظاميه اكيد، بس شوي صعبه، يعني ما اي حدا طبيعي عادي ما كثير قادر يحسب سعرات، ما عنده خبره كمان، لا ما عنده خبره، يعني ما الموضوع ماله بس انا بطلعش كم سعره، يعني لانه انت مثلا لنفترض اي مكون بضيفه للشيء الوجبه اللي عم باخذها فاكيد زادت بالسعرات الحراريه. تماما تماما تمام. مثلا عندنا صدر الدجاج في بروتين وفي كارب وفي شويه فات، لنفترض في شيء كثير خفيف فات تمام، بدنا نحسب البروتين كم سعره عم يعطي، وبنحسب الكارب كم سعره عم يعطي، هو كثير قليل بس هو كثير غني بالبروتين لنفترض، بس انا عم اعطي مثال يعني كأي منتج غذائي هو فيه بروتين وكارب وفات، بدنا نحسب البروتين قديش عم يعطي والكارب قديش عم يعطي والفات قديش عم يعطي لحتى نشوف هذا المنتج قديش فيه سعرات. فالموضوع شوي صعب، يعني مثلا البروتين بيعطي 4 سعرات، الكارب بيعطي 4 سعرات، الفات بيعطي 9 سعرات، يعني تقريبا الضعف. دكتور بدي أعقب على فكرة حضرتك طرحتها من شوي، هو نقص الفيتامينز والمعادن من الجسم. عم نشوف كتير الصبايا عم يتجهوا لأخصائيين تغذية عم ينحفوا بشكل كتير مهم كتير كبير بالشهر، عم يضب جسمهم منيح وعم يضل مشدود، ولكن بعد تقريبا كذا شهر وأشهر بعيدة عم نشوف فجأة بيغموا بيقعوا بالأرض، عم يصير معهم نقص كلس، عم يصير معهم نقص معادن من الجسم
الجسم. أكيد. خلينا نحكي عن يمكن الفيتامين والعفوا الحميات الخاطئه اليوم قديش بتعمل فيدباك على السنين لقدام، قديش بتنقص من معادن والفيتامينات بجسمه خاصه عند السيدات، يعني هن اكثر شيء لازم ينتبهوا على هدول القصص. تماما تمام. كثير بيجوني على العيادة إنه دكتور ضليت أنا أسبوع عم آكل خيار وبيضة، خيارة وبيضة، أو تفاحة وخسة، أو لبن وخيار. طلع أنا هيك تماما في أو تمر ولبن، تمام تمر ولبن، أو بيكونوا مشيانين على نظام غذائي مثلا كثير قليل السعرات، يا دوب يوصل لل 500 600. أول شيء أنت ما أخذتي العناصر الغذائية الضرورية أبدا، وإذا بتاخذي متممات الأرض كلياتها ما رح تعطيكي الشيء اللي بدك اياه، أنت بالنهاية بدك أكل. الحمية الغذائية الصحيحة لازم تكون حاوية على كل العناصر الغذائية الضرورية، تمام؟ بس بسعرات أقل، أو ممكن مثلا حسب مثلا الكيتو بدنا نكون مثلا عاطين دهون زيادة، مثلا اللو كارب بدنا نكون عاطين كربوهيدرات قليلة، تمام؟ فانت اعطيتي 500 600 سعر، لا وحتى اذا هيدي الخيار ولبن هي يا دوب انت توصلي على 200 300. لجسم اقل شيء هو بحاجه ل 1200. فانت تخيلي الشيء اللي عم يصير جوا جسمك، يعني تخيلي قديش تضررت عمليات الاعضاء الموجوده بالجسم، عمليات الاستخلاف قديش تضررت، قديش صار في نقص بالفيتامينز، قديش صار في نقص بالمعادن، ما بقى عم ياخذ كفايته الجسم، كيف بده وكيف بده يستمر؟ لا وبيكونوا هن عم يجهدوا حالهم وعم يشتغلوا وعم يعملوا شيء وهيك واخذين هذا اللي كثير سعرات قليله. كثير غلط يا جماعه، كثير غلط، ما بصير يعني نمشي على هيدي البرامج ابدا. يعني انا ضد، حتى لو يعني تحت رايه الدكتور، بس انه في دكاتره عفوا منهم كثير عم يعملوا مشاكل بعد الحمل بصراحه. حتى يعني بيجيني كمان على العياده نفس الشيء مثل ما عم تحكي انت، انه انا هيك نزلت وهيدي ونزلت بشهر واحد 10 كيلو بس هر شعري، بس نزل خضابي للاربعه. طيب خمسه، اذا عملوا هي الانظمه وبعدين عملوا كورس للفيتامينات وعوضوا بيمشي الحال ولا لا؟ يعني بيمشي الحال ده وقت غير انه موضوع وقت، هلا هو اوكي رح يمشي الحال، بس يعني بضل هذا شيء ما انه صحيح وما انه سليم للجسم. تماما تماما تماما، بضل هو الفيتامين اللي عم يجي من الاكل هو الاهم، بضل هو الاهم. تمام. ثاني شيء كثير مهم، هي نقطه كثير العالم ما بتعرفها، انه انت اذا مشيت على حميه قليله السعرات جسمك رح يتاقلم مع السعرات القليله ويصير ينقص الاستقلاب فيه وينقص العمليات العضويه فيه وعمليات الحرق فيه لمستوى كثير قليل. تمشي انت بتخلصي من هي الحميه، بتنزلي بينزل وزنك، بيرجع بيطلع، بتروحي عند دكتور ثاني بتقولي له يا دكتور انا بدي انحف، بيمشي معك شهر ما بتنزلي غير كيلتين او ثلاثه، لانه انت بيسالك الدكتور انت مشيانه قبل الحميه، بتقولي له ايه مشيانه على الحمله هيك هيك هيك، اوكي جسمك ما رح ينزل اكثر من هيك، دهونك صارت معنده، جسمك صار استقلابه اقل، صار بدك تعطيه اقل من القليل اللي كان ياخده مشان انت تنزلي، صار في خربطه بجسمك 100%. دكتور بدي اي المتبقيه، خلينا نحكي، هل انت مع اليوم بريك ضمن الرجيم بالاسبوع؟ وهل انت مع السناك ضروري للجسم ولا لا؟ وهل الفواكه اذا اكلناها باعداد كبيره هي صحيه ضمن وقت السناك المحدد طبعا؟ خلينا نبلش وحده وحده. تمام، بس على السريع لانه ما اضل معك. اول وحده انه يوم بريك، يوم بريك، لا ما يوم بريك، وجبه بريك، يوم بريك كثير كثير بالاسبوع، وجبه بريك بالاسبوع، بالاسبوع بالاسبوع فقط، حتى انه انا بفضل اول اسبوعين ما يكون في وجبه فري، بعد اول اسبوعين صير ناخذ كل نهايه اسبوع وجبه فري، وجبه واحده، لانه انت اذا بدك تاكلي بيوم كامل انت قادره تاكلي بيوم كامل عن ثلاث ايام. فهمت شو الفكره؟ يعني انا اذا بدي اكل عن يوم كامل انا قادر اكل وصل ال 4000 5000 سعره، وانا بالاصل اوريدي مثلا عم اخذ 1200 مشان انحف، فهذا كثير غلط. اوكي. الشغله الثانيه فواكه، السناكات، هل اوكي انا مسموح باعداد كبيره؟ لا ما عنقود عنب بالنهايه، برجع بقول لك النظام الغذائي هو محسوب السعرات، فانت مثلا التفاحه فيها 70 سعره، الموزه فيها 100 و120، لنفترض مثلا الفريزه كويسه مثلا فيها 15 فيها 10 15 لنفترض، فلا في اعداد محدوده ما بصير نحن نتجاوزها. تمام. بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتور عمار خضور استشاري تغذيه وحميات على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. تسلمي لي. شكرا كثير لك دكتور، ميرسي. اهلا وسهلا.